اهلا وسهلا فيكم شركه لكجري لينكد ان العقاريه، معكم قاسم. اليوم نحن موجودين بجزر العالم، تحديدا قسم اسمه هارت اوف يوروب. تفضل. ومثل ما حضراتكم شايفين تتالف الفيلا من ثلاث اقسام، القسم العائم والقسم السفلي تحت مستوى سطح البحر والقسم العلوي الروف توب. راح نشرح لكم بالتفصيل عن كل قسم. راح نبلش معكم بالقسم العائم. مثل ما انتم شايفين بتألف من جزئين، جزء خارجي عبارة عن مساحة كبيرة غير مغطاة للاستمتاع بالشمس صباحا ومساء، سيتنج اريا مع فيو لمدينة دبي وأبراج دبي. والجزء الداخلي عبارة عن اوبن كيتشن مع داينينج اريا وليفينج اريا، طبعا الفورنيتشر كامل بنتلي براند والتشطيبات في اي بي هاي كواليتي فينيشينج مثل ما حضراتكم شايفين. رح ننتقل معكم للقسم الثاني واللي هو تحت مستوى سطح البحر واللي بيحتوي غرف النوم. مثل ما حضراتكم شايفين غرف النوم لها اطلالة مباشرة على الحيد المرجاني والاسماك المرجانية مع تشطيبات مثل ما حكينا في اي بي بنتلي براند سوبر لكجري مودرن ستايل. اخر قسم معنا هو القسم العلوي او قسم الحفلات بارتي ديك، واللي بيكون فيه بيرجولا شيد اريا بالاضافه لجاكوزي مع فيو ولا اروع لبرج خليفه ومدينه دبي. اذا كنتم مهتمين وحابين تعرفوا تفاصيل اكثر تواصلوا معي على الرقم الظاهر أمامكم وحياكم الله.